عبد الفتاح يرد على الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده، نسمعه. لا دي غير لما يحصل خطا، الناس لازم تتعلم ان الاخطاء وارده. انا ما انا انا ما عنديش ملائكه زي الانديه ما بتجيب صفقات كده الجماهير ما بتبقاش راضيه عنها وتبيعها بعد كده او تسيبها ببلاش. اوقات انت مش كل الاختيارات عندك هتبقى 100% او كل التوفيق بيحالف اللعيبه 100%. اوقات في بطولات بيخسرها الاهلي والزمالك نتيجه لان اللعيبه مش في يومهم او اللعيبه مش التوفيق مش محالفهم. التحكيم كده، اتفرج على دوري الابطال اوروبا باريس سان جيرمان وبرشلونه، حكام عالميين واخطاء كارثيه. اتفرج على ريال مدريد وبايرن ميونخ. احنا ليه بنقف عند نقطه معينه؟ انا اول واحد اعترفت انه هناك اخطاء وان الحكم لم يجانبه. انا الحقيقه يعني بشيد بجرأة حضرتك كابتن عصام في مواجهه الامور يعني. انما للاسف الشديد، للاسف الشديد هناك من اساء للتحكيم واهان التحكيم بشكل غير عادي، وانا اخد حقه، انا اخد حقنا منه من لجنه المسابقات. ولو ده ما تمش انا همشي استقيل. حضرتك بتتكلم على مين بالتحديد يا كابتن؟ ايا كان ايا كان احنا بنجتهد. انما لما حد يوش، انا ما اقدرش اشكك في النادي الاهلي اقول انه جاب طبقات مضروبه او ان المدرب تعبان او ان انا اهين اي حد، مش ممكن. لان احنا في مجال لازم ننجح كلنا مع بعض، محتاج تكاتف وده صحيح. بيتكلم في تقليل في شأن الحكم، في تقليل في شكل تطوير التحكيم. خلاص تعالوا انتوا امسكوا بقى التحكيم. الله. وناس ثانيه على الجانب الاخر بيهددونا، يقول لك مش عارف ايه، لو ايه احنا رجاله. انا راجل بقول للمسؤولين اذا كان في الاهلي والزمالك اللي بيشتغلوا في لجنه الحكام رجاله وحكام مصر رجاله، ولا انخف من ادخن شرم منكم. في ايه؟ احنا بنشتغل بما يرضي الله، بنشتغل بدون اجل، وبنحاول نعمل حاجه للتحكيم المصري بكل امانه. اللي مش عاجبه يجيب حكام اجانب. طيب يعني خلاص ده كابتن عصام مع كابتن اشرف ممدوح النهارده النهارده في قناه القاهره. بص يا استاذ النبي يا استاذ ابراهيم، سيبني بقى احسن. انا واخد بالك، انا ما يهمنيش مع فلان ولا علان. انا يهمني اللي قاله امبارح ده. النهارده بيقول ها امبارح كان اكثر حده. بس طبعا ما نهاش بالاسلوب العنيف ده. وبالتهديد ده، ايه رجاله؟ احنا رجاله يعني هنخش خناقه كابتن عصام في ايه؟ ولما انت كراجل ماسك ميزان العداله وتنفعل هذا الانفعال وتهدد، لا سيبها سيبها. انت بتهدد الاهلي والزمالك كده، انت بتهددهم. وهذا الاحساس ان احنا رجاله انت نقلته للحكام بتوعك، وادي نتيجته ان الحكم نازل يتمنظر على النادي الاهلي، نازل يستفزه عشان يقول انا ما بيهمنيش وانا ورايا راجل يحميني. هو ده اللي حصل. انا عايزه يحميه في العداله. انا لما بقول لك ان لا بقى، ما كانتش الصفاره طبيعيه امبارح، كان وراها كل المعاني اللي شفناها من الكابتن عصام عبد الفتاح. انت راجل وكل الناس رجاله اللي بتتعامل معاه، لحد بيهددك ولا مسموح لك تهدد حد؟ دي حاجه. زهقان من شغلتك سيبها، انت اللي تسيبها مش احنا اللي نعمل ايه. انت جاي بتقول مثل غريب جدا يا كابتن عصام. كابتن عصام بيقول لك في تلقيحه بقى، بس امبارح كان بيوجهها وش للكابتن سيد وبيقول له، هو انا بقول لك انت جبت الصفقه الفلانيه بايظه ولا اللعيب ما نجحش معاك ولا مش عارف ايه؟ يا كابتن ده خلط بقى. كابتن عصام ما تضحكنيش. انت النادي الاهلي او الزمالك او طلائع الجيش او الاتحاد السكندري يجيب صفقه تنجح معاه تفشل معاه، دي من جابه بتاثر عليه هو لوحده وعنده اليه حاسبه. خليني احسن. انا خلاص لحد هنا يا استاذ ابراهيم، تعمل معروف. اتفضل. عنده مش آلية حاسبه، ده مش شغلك، ملوش علاقة بيك، لا يؤثر عليك أنت كحكم، لا يؤثر على حكامك. هو بيجيب صفقة دفع فيها فلوس كتير، جمعية العمومية تحاسبه، مجلس الإدارة يحاسب المدير الفني اللي اختار، حاجة داخلية هو اللي بيتأثر بيها وعلى حسابه. لكن سيادتك لما تجيب حكم تجرب فيه في الأندية ويضرها، لا ده مش على حسابك، ده مش على حساب حضرتك ولا مسموح لك بيه. انت كده على حساب الأندية اللي بتصرف ملايين، وعلى حساب مستقبل مدربين ومجالس إدارات قد يطاح بيها عشان الحكم بتاع حضرتك يغلط خمس غلطات في ماتش، وتيجي تقول لي ما تتكلمش واحنا رجالة. يا سيدي انت راجل وعلى راسنا من فوق.
لكن ايه علاقه دي بانك تهدد الناس وتقول لهم حاسبه؟ حاسب ناسك الاول. انت ما تفهمنيش انك بتدير مجموعه من الملائكه. كل حكام العالم اهو بيتحقق معاهم ويطلعوا مش مظبوطين وبيتوقفوا ويتشطبوا الا انتوا. دفاع 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 دفاع. هات لي حكم كده حققت معاه. جبنا لك حكم متلبس السيد فتحي وقاعد مع مشجعين لابسين فانيلا صفرة بعد ما حكم مباراه فاضحه وخسر الاهلي لكي يلحق به الاسماعيلي ها في 2008 2009 وهو قاعد في استوديو تحليلي. قلنا لك اسمه واسم المذيع وهو بيقول التحكيم وما زال يمسك الصفاره وهو بيقول ان التحكيم بيجامل الاهلي. حد عمل له حاجه؟ ولا حد عمل له حاجه. لما بنطلب منك ايه؟ احنا بنقول لك احنا بنتوجع يا اخي. احنا بنقول لك حقق مع الحكام ووصل للنتيجه اللي انت عايزها. لقيتهم والله معاييرهم مزدوجه في المباراه الواحده. في المباراه الواحده الرجل اللي تطلع بالكره للايد المفروض قد كده تمنع الكره من الوصول لاحمد فتحي عشان ينفرد. هنا تتحسب وهنا لا. وتحسب لي واحد تاني في مسافه اقل رغم ان الكره دي متشطه من بعيد. لكن كره عمرو السوليه بينه وبينها مترين او ثلاثه ومتشطه بقوه والراجل لف بجسمه حط ايده جنب صدره عشان يتفاداها فتخبط في صدره او في ايده حتى ما مش عايز اناقش دي. انا شايفها في صدره انت شايف بس لمست ركبه ورك اللاعب اهو يا سيدي. ادي السيد فتحي ادي الحكم اللي ما سمعناش عنه اي حاجه عشان تفضلوا تشككوا في بطوله الاهلي في هذا الموسم عشان لعب ماتش فاصل. لولا هذه المباراه كان الاهلي لعب ماتش فاصل. بتتكلموا في ايه؟ وبيقول ايه هنا الحكم؟ بيقول الاهلي الحكام بيتجاملوا زمايله بيجاملوه زمايله وهم ماسكين الصفاره لسه معاه. حد حاسبه؟ لا مفيش ملائكه عندك. في ناس لما تغلط تتحاسب وتحقق معاها وتعالى. انا لما بقى كوره في الماتش وازودها قوي معاك لا تقدر تقول كلمتين من دول بس برضه ما فهمش اللغه دي. انت كمان مش هتهدد الانديه يا كابتن عصام حتى لو انت عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. كل الانديه لها هيبه كل الانديه مش الاهلي. لا تتحدث مع مسؤول الانديه بهذه اللغه. إذا كنت زهقان ومش قادر سيبها لغيرك، وأنت كعضو مجلس إدارة ماسكها ليه؟ أنا عايز أعرف. كيف لعضو مجلس إدارة ينزل لمستوى العمل التنفيذي؟ ماسكها ليه؟ عشان ما نعرفش نتكلم معاك؟ ما عندكش حصانة. بعد حصلت واقعة ليها علاقة بالتحكيم. هنسمعها للكابتن أحمد سامي اللي لازلنا بنرى إنه في مشروع مدرب جيد والحلقة الماضية أشادنا بتجربته وفعلا حد بيبني مشروع مدرب كويس. لكن اللي حصل منه من انفعال شديد قوي ضد زميله صحفيه في مستهل المؤتمر الصحفي امبارح نشوفها وبعد كده نشوف هي الزميله دي لما قالت له بمساعده التحكيم كانت مجرمه فعلا ولا خبراء التحكيم قالوا ان هي صح. نشوف الاول الواقع وبعد كده نشوف خبراء التحكيم. يعني طبعا وده طبيعي جدا الشوط الثاني ان الاهلي يبقى حاول يجيب جون وان الفرقه برضو انت عارف برضو الشخصيه برضو شخصيه اللعيبه عايزه تحافظ على الجون فحصل طبعا تراجع شويه الشوط الثاني بس الماتش طلع زي ما انا عايز. يعني التحكيم اللي ساعدك؟ انا مش هرد عليكي انا مش هرد عليكي بصراحه انا مش هرد عليكي عشان ده كده مش في المضمون خالص. ما حدش بيساعدني خالص خلي بالك. لا انت وجهه نظرك تقوليها انا في الجرنان بتاعي ما تقوليش عندي انا. بعد اذن حضرتك وجه كلامك ليا بعد لا 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 انت بتتكلم كلام مالهاش دعوه بالصحافه خالص. فين التحكيم اللي ساعدني؟ ما تروحي طب تقود التحكيم لو انت جدع بتقوديني انا راجعينتي ايه راجعينتي ما تراجعنيش انا. انت محروق دمك ليه؟ محروق دمك ليه يعني؟ محروق دمك ليه؟ ما انا مش عارف محروق دمك ليه؟ ده الطبيعي ده انا كويس ان انا ما كسبتش. كابتن احمد لو كان زمانك بقى جالك جلطه. لو سمحت وجه كلامك ليا لو سمحت لو سمحت لو سمحت بقعدي في المدرجات شجعي ما تجيش دعوه بالصحافه. انت ما تجيش دعوه بالصحافه تقعدي ماسكه العلم نادي الاهلي وتشجعي. كابتن احمد انت مش فير على فكره.
خالص. يعني هي قالت له بمساعدة التحكيم أو التحكيم ساعدك، هل التحكيم ساعد أحمد سامي في أنه يتعادل؟ هل تحتاج منه كل هذا الانفعال وهذا التجريح وعضي في المدرج ومسكي علم أحمر؟ هو لحد دي يا أستاذ إبراهيم، ولو الأهلي كسب كانت جات لك جلطة؟ لا إيه ده بقى؟ لو كان الأهلي خسر، لو الأهلي خسر كانت جات لك جلطة. هو يعني أداؤه وهو بيحلل فني عجبني، يعني متزن وكويس. هي قالت له سؤال من وجهة نظره واستفزه، بدأ معاه كويس جدا، مش هجاوب على السؤال ده. ايه علاقة كلامك ده ها بيا؟ انت اكتبيه، ده رأيك اكتبيه، ما توجهلوش انا، تنتقديني انا هنا. ما هي ما انتقدتوش، هو هنا النقطة. هي قالت كلمة التحكيم ساعدك، التحكيم ساعدك. انا قد اتضايق وانت تتضايق من حاجات مماثلة، واخد بالك؟ بس المسؤولية تخليك ايه؟ ما تزوجش باسم الاهلي. انت زجيت باسم الاهلي ليه؟ هو الاهلي اللي بعتها تسأل السؤال ده؟ تمسكي علم وتقعدي في المدرج؟ طيب التحكيم ساعدك ولا لا يا كابتن سامي؟ والكابتن عصام عبد الفتاح بالرجولة اللي بيهدد بيها ورجالته، هل بالفعل خبراء التحكيم ورجالة التحكيم؟ انا الجملة دي مخوفاني جدا على ما هو ياتي من المباراة. طب نشوف بقى واحد من رجال التحكيم، الكابتن جمال الغندور، في تحليله لأداء. نشوف الأول الكابتن أحمد الشناوي، وهو أيضا أحد خبراء التحكيم وله باع دولية طويلة في أون سبورت. نشوف أحمد الشناوي. نشوف بقى الحالة هنا بالشكل ده. طبعا أنا وقفت والحكم هنا من مكانه، أكيد هو شايف حاجة، ما نقدرش نقول إن هو مش شايف، هو شايف وأكيد. اللعبة دي يعني عشان برضو نكون احنا منصفين، انا عايز اقول ان اللعبة دي هي ممكن لمست في الدراع اليمين من تحت البط كده، وبعدين جت على بطنه بصدره نزلت قدام، لكن الدراع الشمال ما لمستوش. اللمس كله في الجزء الممكن اللي هو الكوع المتني ده بالايد بتاع اليمين، ممكن تلمس كده ليه؟ لانها لو جت طب الكوع المتني ده اعتبر جزء من الجسم. مين؟ الكوع المتني ده. لا الكوع المتني ده بينالتي ولا بينالتي؟ كده كده تبقى لمسه يد خلاص. يعني انت مقتنع يعني ده بالجزاء؟ انا مقتنع انها كده تبقى لمسه يد، لو في تلامس للكره يكون انا جت في الاول هنا وبعدين بتيجي في الصدر تنزل قدامه وما جاتش في الايد الثانيه، اذا هناك في تلامس، فهنا ركله الجزاء باللي احنا شايفينه قدامنا كده بالبوز اللي انا عامله ده. فخلاص يعني انا مش عايزين، وهو خاصه قريب وشايف، عشان برضه نبقى يعني منصفين، لان زاويه الكاميرا والرؤيه دي هي احنا بنحللها. بص الايد بالشكل ده وهو قريب جدا على مقربه، فطبعا هنا قرار. هنا بقى اللعبه دي في ناس تقول ده التحام طبيعي، لا انا الاعادات كلها دي ما تهمنيش، انا جاي عامل عند اعاده معينه. هتلاقوا انه حارس المرمى يا كباتن بينزل، هتلاقوا الركبه بعد كده بتعلى، بصوا هنا بقى، بصوا بينزل، بص الركبه بتطلع اهي، خلاص الرجل طلعت عليت عشان تعمل ايه؟ العرقله بتاع عرقله. يبقى اذا العرقله موجوده خلاص هي دي ركله جزاء، ما فيش فيها كلام. يبقى هنا قرار الحكم هنا رغم ان هو كان قريب والحاجات دي كلها، لكن هو ما شافش. مش عايز اقول انه مش ممكن يكون شاف الشكل ده وما حسبش. بيجي بعد كده للحاله اللي بعد كده، اهي باينه جدا، اهي بيعدي اهي، لكن هو ممكن كان بعيد، زاويه رؤيته مش موجوده. طبعا الالتحامات دي يا كباتن عايز اقول التحامات كره قدم ماشيه. الحاله اللي بعد كده ايه ده؟ لمست اليد، وانا عايز اقول للمساعد يعني هو الحكم ما شافش، واضحه جدا يعني كان لازم المساعد يديله، واضحه جدا اهو. في ناس تقول لك لا هنا اللعيب باد كنترول. كابتن احمد الشناوي، ضربه جزاء الطلايع ضربه جزاء، بس الاهلي له ضربتين جزاء. ايه رايك كابتن احمد سامي؟ قال ان الحكم شايفها، لا بين الحكم لعيب من النادي الاهلي وسلية، هو خدها بالاحساس. نشوف كمان الكابتن جمال الغندور. نروح لاول حاله من الحالات الجدليه الكبيره في المباراه، هنشوف عرضيه، وهل هناك ما سبب سقوط اللاعب؟ اذا لقينا اللاعب
كان في الأمام وحصل التحام هنتكلم عن التحام طبيعي، لو كان في الخلف يبقى هو اللي عمل الفاول. هنا إيه اللي أسقط لاعب النادي الأهلي؟ هل ده التحام طبيعي؟ هل تسبب لاعب النادي الأهلي في هذا الخطأ؟ هل الالتحام بالجسم أم باستخدام اليدين؟ أعتقد أن الصورة واضحة تماما أن هناك استخدام لليدين معا، وبالتالي هذا دفع، والدفع في كرة القدم هو خطأ من الأخطاء التي تحتسب على إثرها ركلة حرة مباشرة. إذن هناك ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء تكون ركلة جزاء. نشوف حالة من الحالات السهلة وركلة جزاء لم تحتسب لصالح عبد الله السعيد. هناك مبدأ بنتكلم عنه دايما سواء على الأرض أو في الهواء، طالما أن المهاجم نجح في لعب الكرة أي تلامس معاه يعاقب عليه حارس المرمى، والتلامس واضح بغض النظر عن أنه يبين أو ما يبينش. إحنا بنتكلم هنا عن إما أنه عبد الله السعيد تحايل أو أنه الحارس لمسه، واللمس هنا يسقطه، وبالتالي ركلة جزاء سهلة لم يحتسبها الحكم. يوم السقوط ويوم منطقة الجزاء هنشوف مع بعض هنا هل هناك خطأ أم لا، استمر اللعب، هل هناك خطأ وأتاحت فرصة أم أن الحكم لا يرى أن هناك خطأ. هنحاول نشوف اللعبة مرة تانية. ارجع بقى للقطة دي، السؤال من لعب الكرة؟ لاعب الأهلي. ماذا فعل لاعب طلاع الجيش؟ ضرب اسمه ضرب بالرأس في الرأس، ضرب الضرب الرأس في الرأس، هذا لا يمكن أن أتحدث فيه عن الالتحام الطبيعي. نفس الشيء ارجع للصورة دي ونيمهم الاثنين على الأرض، يعني اعكس الصورة خليها بالعرض زي لعبة حارس المرمى لو عظيمة جدها لي تاني بعد إذنك. هي نفس المنطق، نفس المنطق في احتساب الأخطاء. نحن نسعى للعب الكرة احنا الاثنين، واحد لعبها والتاني اصطدم بيه، يعاقب اللاعب اللي اصطدم. اللاعب اللي حصل على الكرة هو اللي هياخد الميزة. عيد لي ركلة الجزاء بتاعت حارس المرمى بعد إذنك يا عظيمة عشان نحط نفس المبدأ. اللي فوق في الهواء زي اللي على الأرض بالظبط، أنا بلعب الكرة، أنا وصلت للكرة وإنت ما وصلتش للكرة، إنت اللي هتحاسب على أي، أنا بقول هنا إيه، أي احتكاك، ما قلتش ضرب، أي احتكاك. دي ركلة الجزاء كلنا متفقين عليها. نفس الشيء لو الكرة في الهواء وحارس المرمى طلع يلعب بإيده واللاعب وصل للكرة وحارس المرمى احتك بيه، احتك بس، لكن أنا شفت هنا ضرب في الرأس. إذن هناك هات بقى التانية اللي يتحسب تحت على الأرض هنا هو اللي يتحسب فوق. هات لي بقى المقارنة باللعبة التانية بعد إذنك يا عظيمة. أيوة نفس الشيء، هي نفس الشيء، ما أقدرش أتكلم عن احتكاك طبيعي في ضرب رأس بالرأس. إذن هناك ركلة جزاء أخرى في هذه الحالة. أربع ضربات جزاء واضحة وضوح الشمس، فلما نيجي نقول لك لأ وزعلانين ما تهددناش وما لهاش دعوة الرجولة في الرجولة بقى إنك تعترف بالخطأ، الرجولة تقول هحقق، الرجولة تقول أنا على قدر المسؤولية، مش تهدد. لأن أنا منزعج جدا أستاذ إبراهيم، أنا مش عارف إزاي الأهلي أو الزمالك هيتحملوا التحكيم الموسم ده بعد التهديد ده. إحنا مش بيهمنا حد، دي رسالة بيديها الحكام، تحاملوا واعملوا اللي انتوا عايزينه. انا عايز ما يهمكش حد في الحق وفي الحساب وفي العقاب لاي حد مخطئ. نشوف الكابتن رضا البلتاجي. الحلقه هي يا فندم عبد الله السعيد وبيخش عليه محمد بسام. انا اتفق، بس ده الخطا الاكبر من الحكم، هنا ما دخلش هنا في الرجل، يعني انا مش هجيب حاجه زيها لما اقول لك يا رب. انا عاوز اللعبه دي خلاص، مين اللي خلاص؟ يبقى خلاص ما تلعبش الكوره. انت حارس المرمى انت المفروض يكون في قراءه في الحكم، قراءه خلاص احنا اتفقنا وكلمنا وانت قلت اللي انا قلته، هو المعارض بيتقال اثناء المباراه كده، حتى لو احنا الركبه كمان بتطلع من اللي فوق عشان تعرف. انا عايز اجيب اللعبه من الاول واقول لك يعني ملاحظه عندي هنا. لا لا خلاص يا كابتن مصطفى، اوكي يعني دي بتقول ان فيها ركله جزاء. مش عايز اتكلم خلاص، دي لعبه الاهلي، خلوا ركله جزاء دي لعبه ثانيه. لو عايز اروح للمغلف مين لعب كوره؟ الشيخ اللي لعب احمد الشيخ، احمد الشيخ مش فرانك. احمد يا عم
لو كده هو ليها ليها عادة بالبطير اهو تاني يا كابتن اهو هي ثلاثة لما الوقت مش حلو خمسة حارس مرمى رجع في لعب الكورة من جوه الارتقاء فوق دوت من جوه من جوه ايوه ايوه من جوه من جوه طبعا في مغامره على الاقل مثلا في مغامره في مغامره في مغامره كل حكام تحت تساوي على 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 المدافع اللي جوه اللي ما لعبش الكوره اه يعني دي من الاخر ضربه جزاء اه خلينا نكمل الرايه كده يبقى كده في رايه كده يعني الشناوي الغندور البلتاج يا كابتن عصام خد كمان نصر عباس هي معاها حضرتك يا كابتن بعد اذنك هنمشي الاول اللي اتحسبت على النادي الاهلي اللي هي العمر السوليه مظبوط يا كابتن هي دي يا كابتن امام حضرتك تمام اه هي طبعا ممكن ما بتشافش هنا هقف هنا بس كده هقف هنا شوف يا كابتن اولا هنا في تسديد من اللاعب المهاجم من لاعب طلع الجيش نشوف هنا في حاجه اسمها الكره غير متوقعه يا كابتن وليد يا كابتن ربيع يا كابتن محمد الكره اللي اسمها ان انسبكتد بول اللي هي الكره الغير متوقعه اللي هي ممكن بتيجي في رجل اللاعب وتيجي في ايديه او تيجي في جسم اللاعب وتيجي في ايديه هنا اولا في هذه اللعبه اولا هي ما جاتش في ايديه خالص اولا اصلا ما جاتش في ايديه خالص انا عاوز اقول ايه عاوز ايه حتى لو جت في ايديه هنا كان يجب على الحكم ان يقوم باستمرار اللعب او يامر باستمرار اللعب لان هنا بنقول ايه حتى لو جت في ايديه يا كابتن ربيع هنا حاجه اسمها الكره غير متوقعه انا مش متوقع كلاعب مدافع ان الكره تيجي في ركبتي وتيجي في ايديا ولكن هنا انا شايف هنا في الحاله ديت هي الكره جت في الرجل ثم جت في صدر اللاعب عمرو السوليه وبالتالي هنا انا بعيب على الحكم في احتساب هذا القرار بركله الجزاء لان هو كان عنده مشكله في عدم فتح زاويه رؤيه بالظبط يا كابتن على فكره الرؤيه اللي احنا بنشوفها دي يا كابتن من كاميرا من كاميرا اصلا من ورا كمان يعني مش يعني دي واضحه ان هي ما جاتش في ايده هنا من هنا الكاميرا اللي ورا ما بالك هو بقى في نص الملعب كابتن دي تمام تمام اللعبه اللي حضرتك بتتكلم فيها هي نفس اللعبه اللي هو احتسبها الكابتن احمد حمدي نفس اللعبه زي ما قلنا يجب ان يكون المعيار واحد يا كابتن وليد يا كابتن محمد يا كابتن ربيع المعيار واحد انت حسبت الاولى نتيجه ان هي جت في القدم وجت في الايد زي ما انت قلت طب ما هنا نفس الشيء الكره اصطدمت بقدم ثم اصطدمت بالايد يبقى هنا الاعتبارات هنا المفروض تكون واحده والمعيار يكون واحد وبالتالي هنا لو انت حسبت الاولى كان يجب عليك انك انت تحسب الثانيه اللي هي على مدافع الجيش انا يعني اسهل عليك المهمه كابتن محمد في عبد الله السعيد وفي تقريبا احمد الشيخ دي عبد الله السعيد كابتن امام دي عبد الله السعيد اولا هنا الراجل راح من الناحيه العكسيه ودايما بنقول لحكامنا لما بيكون في مهاجم وحارس مرمى يجب عليك انك انت تفتح في الناحيه العكسيه عشان تخلق لنفسك زاويه رؤيه واضحه هنا عبد الله السعيد نجح في لعب الكره تمام ثم عدى هنا الحارس طبعا هنا في القدم وفي الركبه لعبه من الالعاب السهله جدا ركله جزاء سهله وزي ما قلت لحضرتك هو كان يجب على الحكم ان يفتح زاويه رؤيه ناحيه الشمال علشان يقدر يشوف الاصطدام اللي تم ناحيه الركبه هنا الركبه هنا تصطدم برجل بقدم عبد الله السعيد وبالتالي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي نتيجه البعد الحكم عن الحدث ونتيجه عدم فتح زاويه رؤيه الناحيه العكسيه لناحيه الشمال. هنا بقى كابتن هنا بنقول ايه؟ هنا خلي بال حضرتك هنا في حاجه اسمها في القانون الدفع الخصم الدفع وهنا اولا اللاعب اللي هو اللي طلع الجيش اللي هو لاعب المدافع لم ينجح في لعب الكره نمره واحد ثم دخل دفع في ظهر احمد الشيخ دفع هنا باهمال دفع في الجسم ودفع في الراس وبالتالي كان يجب احتساب ركله جزاء لصالح احمد الشيخ نتيجه الدفع الواضح جدا جدا لان عاوز اقول هنا كابتن وليد ان هو اللاعب لم ينجح كمان في لعب الكره لاعب المدافع وبالتالي نجح في لعب الكره واحمد الشيخ وانا مش مسؤول عن ان اللاعب المدافع يكون عنده اهمال ويلعب باهمال، انا مش مسؤول عن دخوله. ده في اهمال وتهور وكل حاجه. قدامي وهي الدفع واضح جدا جدا في المخالفه وكان يجب احساب ركله جزاء لاحمد الشيخ. خمس اخطاء تحكيميه مؤثره، ضربه جزاء على النادي الاهلي وانا قلت لكم جت في ركبته وجت في باطه ونزلت قدامه. جت في ايده يا سيدي، لا يمكن تتحسب لان اللي حول الكوره لصدر اللاعب او لكوعه الكوره كانت ماشيه كده خبطت في رجله ورجعت على صدره فخبطت في ركبته وجت على صدره يبقى اذا يعمل فيها ايه؟ الحكم كان شايف؟ لا ما كانش شايف كان بينه وبين اللعبه لاعب من النادي الاهلي وهو خدها بالحدث والتربص. اثنين ضربه الجزاء الواضحه جدا اللي بيقولوا ما شافهاش لا ده كان بيجري سبرنت وما فيش بينه وبين
اللعبة أي لاعب، يعني لا يوجد ما يحجب الرؤية عنه، لأنه كان بيجري ورا عبد الله السعيد. أهو الحكم أهو، قولوا لي بقى مين اللي حجب عنه الرؤية؟ محدش، أهو ووصل ساعة اللعبة. فهذه اللعبة عارف هم حسبهاش ليه؟ لأن اللي حسبها لازم يطرد حارس المرمى، هذه المشكلة. فما هو مش عايز يطرد حارس المرمى، لكن يحسب ضربة جزاء مشكوك فيها مش متأكد منها، ويلغي ضربة جزاء رآها رؤية العين ولم يحتسبها فيها طرد لحارس المرمى، وبعدين اللي نفس ازدواجية المعايير جت في ايد اللاعب في رجل اللاعب وطلعت على ايده المفرودة في مواجهته ومفيش زحمة شايفها 100%، فيقول لك اصله ما يقدرش يتفاداه. لا، اللي لف ظهره وجت في ركبته هو اللي يقدر يتفاداه. ثم دفع وليد ازارو باليدين قبل كل هذه الاحداث ضربة جزاء مؤكدة، ثم اللعبة بتاعت احمد الشيخ ضربة جزاء مؤكدة. اذا غلطت مرة سوء تقدير، اذا غلطت تانية سوء بخت، اذا غلطت تالتة سوء نية، اذا غلطت رابعة سوء الجمعة وسوء التلاتة وسوء العكاز وسوء. بس سؤال يا جماعة خليكم واخدين بالكم، ابتديناها بالكابتن صالح سليم وسر عظمة الاهلي وانتهينا بيها. هتقولوا ايه سر عظمة الاهلي في هذا التربص؟ انه بعد كل اللي بيشوفه ده بيكمل وبيمضي وبينجح وبيحقق بطولات ومش بيتهاوش ومش بيتهدد. الاهلي عظيم يا كابتن عشان هو عظيم بيكسب، بيكسب عشان عظيم مش عظيم عشان بيكسب. اعتقد وضحت الرؤيه. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله. اصبحوا على خير.